لا شو هيك بس الله غني عمار وانت بخير الحمد لله ربي يهنيك. بون السلام عليكم. بالنسبة لخويا هذا مازال عنده مشكل تاع الجوينت في راس، على حسب ما قالي رانا مسحنا البلوك، البلوك يا اخي ما يتمسحش. المشكل راه عندك سوا الرابعة راه مبوشية ولا بشكل عندك الريح بالقرعة وتلفوني، معنتها عندك مشكل في الجوينت في راس. لازمك تعاود تشوف كيسموه بيلي في الرادياتور تاعك، بيلي في الترموستات اللي ماهيش مبروكية، و تنقي الرادياتور لأنك صعيب تولي تحل، و جوان في غاز ديرله كولور. هذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون حبيت نبه حاجة أخرى قبل ما يكمل الفيديو. الجوان في غاز تاع كيسموه تاع الكاغط أحسن من جوان في غاز تاع الحديد. الكراسة الحديد كي تفتح الموتور ما يبلعش كيما جوان الكراسة الكاغط، من جوان الكراسة الكاغط فيها ثلاثة تقبات تاع الماء و خرينا زيت عندها هذوك القابل كخاطر هذه جوان البلوك تاع الفلوريد و الفوليكس يجي اوفر، معنتها جوان الكراسة الكاغط يخدم خير. المهم اذا كانت الكراسة شوية عوجة تقدر ديرلها شوية تاع الكولا ولا كيما نقولو يبلع، بس حتى الحديد يعيا ويفويتي. هذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله، نتفرجو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.